هذه حجرة شوف كي دايره هذه شوف شوف سبحان الله شجرة أنت تقول شجرة سبحان الله العظيم ديما هذه أنا نقول لك شنو هذا هذه نحاس هذا نحاس يا خويا يا خويا راك طيب الببوش هنايا السلام عليكم الخوت تبارك الله عليكم حنا كنتواجدوا الآن عند السي عبد الرحيم الفنان ديالنا اللي كيتواجد هنا في ورطاس طريق ورطاس وكيصنع هاد الباخيرات هادو فنان بمعنى الكلمة السي عبد الرحيم حاول تكلمنا شوية على هاد الفن ديالك يعني فوقاش بديت هاد الشيء هذا من الثمانينات تبارك الله وهذا بحال مثلا هاد الباطو هذا بشحال استغرق ديال الوقت باش خدمته مثلا نهار قايله نهار ديال الوقت نهار ونص قايله نهار نهار ونص تبارك الله راه بعت شي بطاريات زينين بعت شي وحدين زينين على هادو تبارك الله حوار بصح والله الا لا تبع الخدمه بحال داك اللي باطيو القدام والله الا برافو عليك تبارك الله على حتى الطريقه عجبتني مدخل فيها الحجر مدخل فيها الببوش مدخل فيها الله الا شي حاجه اللي عجبتني بزاف والله غير قدامنا الله الا غير هذا تخدم به الله الا تخدم به شي حاجه واعره تخدم به شي حوايج الله الا تبارك الله حتى التصميم داك الشيء تبارك الله عجيب و صافي داك الشيء مرقل شي حوايج اللي ما تكونش عندك الله العظيم بحال مثلا هذا الديكور هذا مدخل فيه ببوش مدخل فيه ديك الدار هذيك مدخل فيه ذوك الديور القدام الديور القدام بحال مثلا هذا بشحال استغرق ديال الوقت اللي نهار ولا كاع نهار راك فنان اخويا راك فنان والله الا بصراحه انا اول مره نشوف هذا الشيء هذا عجبني بزاف والله هذا قطعه داك الشيء بحال هذه كبيره بعتها ب 20 ولكن دات لها واحد داك وجبت فيها نقول لك شي 4 ايام والله الا شي حاجه اوكي قليل هذا هذا قليل هذا باش يعطيك الديكور هذا شوف هذا عاود كي داير احلى حجر هذا حجره كي داير داير بحال الببوشه عندك ديال القدام غير هذه بدات الدنيا والله العظيم لا مزيان والله الا مخير من اللي ولكم الثاني كاع ما يكون ما كندير ذوك الصوالح ديال المشاره واه وهاد الديكورات هادو كتجمعهم من البحر ياك الببوش وهاد الاخر تبارك الله شوف هاد الببوش هادي ما عمري ما شفتها انايا بصراحه انا هاد الببوش اللي ديال اللي لقيناهم منا مشيت فوق في ذاك الجبل ديال نعم. هذا ما شحال عنده من الف قرن هذا هذاك اللي تما وهذا راه نياب ديال الحيوان ديال الحيوان ما عرفناش اش من حيوان هذا كان لقطوا بالحجرات وكان نعدل لابوات بهذه ودرك انت هذه انت كتعدلهم كتلقط وبالنسبه للاسماء شكون اللي كيعطيك الاسماء؟ اسماء اودي كنجبدهم بواحد الاخر عليه جوجل جوجل هكذاك تبارك الله شوف هذاك الديكور اللي راه هي في القنت داير بحال الببوشه شفت ببوشه هذيك بحال اللي كتديتي بالشفلر صافي كتولي سبحان الله وشفنا عندك مجموعه من الديكورات تبارك الله هنا وحده كتنسيك في وحده شوف بحال الببوش هذا بحال هذا بحال هذا والله يلا برافو وما عندك شي محل فين تحطها هكذا ولا كتحطها هنا في الشارع؟ لا غير هنا شوف هذه عاود حجره هذه حجره شوف كي دايره هذه شوف شوف سبحان الله شجره انت تقول شجره سبحان الله العظيم العظيم وكاين مجموعه من وها انتم تشوفوا واه شوف هنشوف راه تكون شي ذهب هذا ولا واه كو واحد من معيا فيا في حالي هو طار بها واحد المرسون الى عيا فيا في حالي هذه انا نقول لك شنو هذه نحاس هذا نحاس صبر باش نصورها مزيان هذه نحاس كان يحكها وثقيله شوف معدن هذا الحديده المعدن هذا حديده هذه ثقيله حديده معدن اللي كنت دوبات جبت بها يا ها انت تشوف بلادنا شحال فيها ديال الخير تبارك الله الله يلا نشوفوا هذاك انت تشوف اخويا الديكورات واعرين عندك هنا ايوه فيها الببوش الله يلا تبارك الله يا دير المدينه الله العظيم
فنان معنى الكلمة أخويا، الله يعطيك الصحة. أنت تشوفوا الديكورات تبارك الله، ها أنتم تشوفوا هذا عاود، الله يعطيك الصحة. الله يلا برافو عليك. وشفنا عندك تلقصب، عندك الهواية ديال الصيد ياك؟ الصيد هذه الهواية ديال الصيد، ديال الصيد. آه عندك قصبات يبان لي مجهدين أخويا. الله يلا الهواية الزيدة عندي في حياتي. الله يعطيك الصحة خويا. وحنا كنتواجدوا اللي بغى شي حاجة. شكون اللي معلمنا الصبر من غير الصبر؟ أوا الصيد راه كتعلم الصبر. والله إلا على ذكر حنا كنتواجدوا الآن في الطريق ديال ورطاس. ها أنت تشوفوا هو ولو تا هو. الطريق ديال ورطاس هي هذي. اللي بغى شي ديكور ولا يجي عند السي عبد الرحيم. السي عبد الرحيم فنان بمعنى الكلمة كما كتشوفوا. مرحبا مرحبا. واللي بغى شي فاز ديال هاد الورد وداك الشيء راه هو اللي كيخدمهم. ها انت تشوف مجموعه من الورود ها تبارك الله. الله يعطيك الصحه اخويا عبد الرحيم، تحياتي ليك، شكرا بزاف، نتمنى الله التوفيق للجميع. الله يعطيك الصحة. الله يلا هذا الشيء هذا عجيب تبارك الله. هذا قصر ديال الصين هذا.